هذا فيديو المغرومين بالبيبي فود. فما شكون طلب مني من المتابعين معناها حركة الاندو، أو فما شكون يقول لها الوان تو اللي هي عملية واحد اثنين. بالنسبة لمسكة اليد في المانيت أو البرا، هذه كل واحد حر كيفاش يمسك، ما فناش مشكل، ولكن ما تكونش ضاغط على المانيت، ما تكونش كابس يدك على المانيت، لا تكون يدك مرتاحة خفيفة معناها. حركة الوان تو هي تتكون من حركتين، في حركة اللي هما دفع الكرة باللاعب هذا نحو اللاعب هذا بسرعة، وبعد قذف الكرة باللاعب هذا نحو المرمى بقوة. الأولى السرعة والثانية القوة. إذا كان احنا نحكيه على السرعة، لازم تدفع الكرة باللاعب هذا بسرعة، بسرعة كبيرة. وبالنسبة للقذف ما يكونش، ما ترفعش اللاعب هذا إلى الخلف، لا هذيك نستهلك وقت، احنا نحكيه على السرعة. يكون العملية تكون إن اللاعب هذا يكون خلف الكرة مباشرة، ولكن كي تقذفها ترفع الجوار إلى الفوق هكا، مش تكون قوية ترفع. تو باش نعملوها بالصور البطيئة، تو باش نضربو فيها، حاولوا نسرعوا فيها.